أقر البرلمان الصيني قانونا جديدا شاملا للأمن القومي لهونغ كونغ، حيث يجرم مشروع القانون التخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية. ومن المتوقع أن يفرض أحكاما بالسجن مدى الحياة على بعض الجرائم، بينما لا تزال هناك حالة من الغموض بالنسبة لسكان هونغ كونغ حول تفاصيل القانون التي قد تصدر قريبا. هذا وقد تعهدت أمريكا بمعاقبة الصين بفرض قيود على التأشيرات بالإضافة إلى استيراد البضائع الصينية، مما أدى إلى تهديد الصين بالمعاملة بالمثل. ومن الممكن أن يبدأ تطبيق هذا القانون بشكل رسمي بحلول الغد الذي يوافق ذكرى تسليم هونغ كونغ من بريطانيا إلى الصين في عام 1997. حظرت السلطات الهندية 59 تطبيقاً صينياً للهاتف المحمول، بما في ذلك تيك توك وويشات وعدداً كبيراً من تطبيقات الأخبار وغيرها، حيث قالت وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية إنها تدافع عن سيادة الدولة من خلال حماية بياناتها. جاء ذلك في إطار الصراع المتبادل بين الصين والهند حول الأراضي المتنازع عليها في جبال الهيمالايا في وقت سابق من هذا الشهر، والتي أسفرت عن مقتل 20 جندياً هندياً. هاجم 4 من المسلحين بورصة باكستان في كاراتشي، حيث قاموا بإطلاق النار وإلقاء القنابل اليدوية على مقر البورصة، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، وذلك قبل أن يقتلوا المهاجمون بأيدي قوات الأمن. وقد أعلن جيش تحرير بلوشستان، وهو جماعة انفصالية عرقية، مسؤوليته عن الهجوم. أصدرت إيران مذكرة اعتقال للرئيس الأمريكي دونالد ترامب و35 آخرين بشأن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، حيث أخطرت الإنتربول لطلب المساعدة في اعتقالهم. وكان البلدان على وشك الدخول في حرب بعد اغتيال سليماني إثر هجوم أمريكي بطائرة بدون طيار في يناير، وردت إيران بإطلاق صواريخ على قواعد للقوات الأمريكية في العراق. وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستثمار 15 مليار يورو لتسريع انتقال فرنسا نحو اقتصاد صديق للبيئة، حيث جاء ذلك بعد فشل حزبه في الفوز بأي من المدن الكبيرة في الانتخابات البلدية يوم الأحد، في الوقت نفسه الذي حقق حزب الخضر مكاسب كبيرة في تلك الانتخابات. وعلى صعيد آخر، حكمت محكمة فرنسية على فرانسوا فيون مرشح الرئاسة السابق من اليمين الوسطي بالسجن 5 سنوات على خلفية اتهامه باختلاس أموال عامة.